تحس اللايف في جوجل ميت مع الطلبة ومع التلامذة ما هيش ديما مرتبة كما في التصويرة. ساعات نجم تتقلب إلى فوضى، يفقد الأستاذ السيطرة والتلامذة ما تفهم حتى شيء. باش نشوفوا في الفيديو هذي 10 نصايح تمكنكم من أنكم تقدموا كونفيرانس في أحسن الظروف كما دي بروفيسيونيل. أغلبية الطلبة يقولوا اللي الحصة اللايف مع الأستاذ أونليني هي أحسن وقت في التدريس عن بعد. وقتها باش يتلقاو مع الأستاذ متاعهم ويتفاعلوا معاه ويحكيوا معاه على الحاجات اللي مقلقتهم الكل، ونسترجع العلاقة الإنسانية اللي كانت موجودة في القسم العادي. لكن برشا عوامل تخلي الإكسبيريونس ماهيش باهية، برشا حس، برشا ديستراكسيون، كونيكسيون تقص، بروبليم تكنيك. باش نشوفوا كيفاش نخليو الإكسبيريونس هذه تحفونا ونقربوها للظروف اللي نعيشوها في القسم. شفنا قبل في فيديو تنجموا تلقاوها عشان هذه كيفاش في جوجل كلاس روم تنجم تدخل على جوجل كالندر، تعمل ان رانديفو مع التلامذة نتاعك وتخلق ان ليا جوجل ميت، من بعد تبعثه لهم باش نجم تعمل معاهم كونفيرانس. نحب نحكي لكم توا على ميزة جو عملتها جوجل في عام 2020 اللي باش تسهل برشا الحكايه هذه. ما تنجموا تلقاوها الفونكسيون هذيه كان في جوجل كلاس روم كي يبدا كونيكتي على ادريس جيميل انستيتيوشنيل، معناها مربوطه بالفاكولتي ولا بالمؤسسه نتاعك اللي هي ينجم يكون عندها كونفنسيون مع جوجل. هكا نلقاو ليان جوجل ميت موجود على جوجل كلاس روم لهنا كيما قاعدين تشوفوا، وكي ندخلوا على ترافو اي دوفوار نلقاو ايكون جديده ميت موجوده. هذاك سي لو ليان ديريكت تاع الكونفيرونس من جوجل كلاس روم، لا تحتاج تقعد تدخل على جوجل كالندر وتعمل ليان جديد لحتى شيء. لي ستوديون يسوفي تقول لهم وقتاش وفين النهار باش يصير الكونفيرونس، وهما يدخلوا ديريكتومون من جوجل كلاس روم. تو باش نحكي لك على 10 نصائح يخليوك تقدم الكور نتاعك في كونفيرونس كوم ان بروفيسيونيل. اول حاجه لازم يكون الوقت واليوم نتاع الميتينغ واضح عند التلامذه، وكان لازم تعمل لهم غابيل ساعه ولا ساعتين قبل الموعد. ثانيا يلزمك تكون كونيكتي قبل بربع ساعه ولا بنصف ساعه للكونفيرونس. علاش؟ باش تثبت اللي الصوت يخدم، اللي الكاميرا تمشي، اللي الضوء في وجهك مريكل بالكدي، هكاكا تبعد على البروبليم تكنيك اللي نجم يعرضوك في اول كونفيرونس ويضيعوا لك برشا وقت. حضر الفنتخ دو بارتاج اللي باش تعمل بها بريزونتي، اللي هي باش تبارتاجي ليكران نتاعك اللي باش تقدم فيه الكونفيرونس. كان عندك باوربوينت، كان عندك فيديو، كان عندك ديزيماج باش تقدمهم في الكونفيرونس، حاول تخليهم في فنتخ وحدهم. هكاكا كي تعمل مود بريزونتي في الجوجل ميت تنجم وقتها توريهم الحاجة اللي حاشتك بها بركة، وتبعد على المشاكل انهم يشوفوا حاجات اخرين ما عينكش باش يشوفوهم على البيسي نتاعك. بالطبيعة اول ما تبدا الكونفيرونس سلم عليهم، اسألهم على حوالهم، حاول تسمباتيزي معاهم، هكيكا تنحي التنسيون وتحاول ديفلوبي غولاسيون اكثر معاهم، خاصة كي يبداو تلامذة شفتهم برشا مرات ودي تقريهم في بلوزيور كور على مدة طويلة. النصيحة الرابعة، من المهم برشا انك تخلي الفيديو تخدم، معناها الفيزاج متاعك، الوجه متاعك، ظهر الطلبة والتلامذة متاعك. علاش؟ على خاطر لغة الجسد مهمة برشا، تعابير الوجه وحركة اليدين مهمين برشا باش نجمو نوصلوا المساج متاع الأستاذ كيما يلزم للتلميذ. هذاك علاش من المنصوح به برشا انه يكون الضوء متاعك مريقل، الكاميرا متاعك تخدم، وخاصة تخلي المود متاع الفيديو اكتيفي ويخدم باش يشوفوه التلامذة. خامسا، حدد الإطار الزمني، وقتاش باش يبدا الميتينغ ووقتاش باش يوفى. هكاكا تكون محدود في الوقت، حاول ما تفوتش اكثر من ساعه، ماكسيموم ساعه ونص، خاطر نسبه التركيز تقل برشا بعد الوقت هذايا. حاول تحدد كل واحد قداش باش يتكلم ووقتاش باش يوفى الميتينغ. سيدي سن، من المنصوح به برشا انك تعين موديراتور، تعين كيما نقولوا احنا وزير عندك انت، اللي هو باش يحدد شكون باش يتكلم شكون يسكت، باش يحدد الوقت اللي قريب يوفى ولا لا، ينجم ياخذ دي نوت ويعاونك في الجيستيون نتاع الكونفيرونس. بيان سور تنجم تكون انت الموديراتور هذايا كيما تنجم تعين واحد من الطلبه. سابع حاجه، انك تنقص لي ديستراكسيون او ماكسيموم، وهذايا فيه دي اكستنسيون عملتهم جوجل تحفونين برشا، تنجم ترسليهم على الاورديناتور نتاعك. باش نحاول نشوفوهم بالوحده بالوحده، اللي هما بلور ايفيكت، ميوت اول، بوش تو توك، اي لي نودز. اول ايفيكت هو البلور ايفيكت، تمشيو على جوجل تدخلوا على تكتبوا بلور ايفيكت ميت، اول ريزلت يخرج لكم مكانكم مش توصلوا للبروغرام اللي يسجل الاكستنسيون على الاورديناتور نتاعك، تقول له يسجل الاكستنسيون هذيه وتولي موجوده لهنا في لي اكستنسيون بوسيبل. كي تثبتوا تلقاو اللي بلور ايفيكت هي المنظر هذيه، لونها غري على خاطر احنا مانيش قديم جوجل ميت. الاكستنسيون هذيه اون فوا توجد على الكروم نتاعك باش تلقاها اكتيفي لهنا بلور اوف، كي نحطوا بلور اون تخدم ويخلي لك لا بوسيبيليتي باش تختار القوه والانتنسيتي نتاع الفلو في الباك جراوند نتاعك. هكاك اذا كان عندك تصويره، عندك ضوء، عندك عباد تتعدى، عندك حاجات ينجموا يقلقوا من تالي، هكا تيفيتيهم او ماكسيموم.
هنا نجم نراو ديمونستراسيون كيفاش البلور ايفكت يخدم. نجم تختار لانتنسيتي، هوني تصويره وراه واضحه، كي نقدموا شويه ونزيدوا في البلور يمشي ويولي التصويره من تالي تولي فلو، وهكاكا واحده من الحاجات اللي تنقص بها ديستراكشن. ثاني ايفكت هو ميوت اول، هي ابليكاسيون تستليها كيف كيف على من طريق جوجل على الكروم نتاعك. الاكستنسيون هذه السيمبول نتاعها اهو، كي تزيد الاكستنسيون نجم نلقاوها على اليمين والسيمبول نتاعها اهو. اون فوا دخلنا على الميت جوجل ميت تولي الاكستنسيون هذه تتزيد، وكي تنزل عليها تنجم تسكت لي ميكرو نتاع الطلبه والتلاميذ الموجودين معك في الكونفرنس الكل. هكاك تنجم تنقص لي ديستراكسيون اللي جايه من عندهم، اذا كان فما حس نتاع كهرباء متعديه ولا حس نتاع تلفزه ولا حس نتاع فون موجود عند اي واحد فيهم ما يقعدش يتراكم ويسمع فيه الناس الكل. هكاك تسكت لي ميكرو نتاع الناس الكل عن طريق كليك واحد. كيف كيف فما اكستنسيون اخرى اللي هي بوش تو تولك. الاكستنسيون هذه كيف كيف موجوده على كروم، السيمبول نتاعها هو القرد اللي ساكت. اون فوا تنستاليها تولي تخرج موجوده في لي زيكستنسيون لهنا على اليمين القرد اللي مسكر فمو. هكا كي تبدا تخدم على جوجل ميت بوش تو تولك معناها تنزل على اسباس مثلا، تولي وقت كي تنزل على اسباس الميكرو نتاعك يتحل. هكاك اون فوا عملت انت قبل ميوت اول لي ميكرو كل مسكرين، واحد من التلامذه والطلبه يحب يتكلم ينزل اسباس باش ينجم يتكلم من غير ما يقعد هابط اللوطه لهنا وينزل على ليكون نتاع الميكرو. اكستنسيون اخرى اللي هي اكستنسيون نود. الاكستنسيون هذه سيمبول نتاعها البوس هذا نجم زيدا تيليشارجيوها على الكروم نتاعكم، وان فوا انستالي تلقاوها على اليمين. النود هذه سامباتيك تحفونه تخلي التلامذه ينجموا يعملوا معاك دي انتراكسيون دي ايموجي كيما نشوفوا لهنا البوس حاجه باهيه حاجه خايبه، ينجموا يصفقوا عليك، ينجموا يبعثوا لك حاجه، نجم حتى تزيد دي ايموجي. هذه يضيف انتراكسيون جديده وامبيونس باهيه في وسط القسم، تخلي البروف والتلامذه يتعاملوا مع بعضهم من غير ما يقعدوا يشوشوا ويتكلموا. نجم زيدا تبدل الميزان باج متاع جوجل ميت، تخليه يوريك كيما نشوفوا لهنا موديفي لا ميزان باج. هنايا اوتوماتيك معناها العبد اللي قاعد يتكلم هو اللي يخرج اون بروميير واكثر واحد ظاهر، سينو اون موزايك معناها يوريك الجريد فيو سيتادير فيو متاع العباد الكل فرد وقت. هكاك الناس الكل ترى بعضها، باش نجم تخليك تفهم اكثر التلامذة نتاعك وتتفاعل معاهم اكثر، خير من اللي يبدا واحد برك يتكلم والعباد الاخرين ماهمش فيزيبل. وزيدا هكاك تتاكد اللي هما موجودين في القسم مش خليو الاورديناتور نتاعهم كونيكتي ومشاو يعملوا في حاجه اخرى. لوبسيون هذه تسمح لك باش توري الوجه تاع 49 عبد فرد وقت. واخر حاجه باش تنقص لي ديستراكسيون هي ابليكاسيون سامباتيك وتحفونه، هو نيم بيكر معناها العبيد كي تبدا ترفع صبحها باش تشارك في القسم كي يبداو كلهم قدامك باش تختار واحد فيهم. نجم تستعمل السيت ويب هذايا ويل اوف نيمز، هنا على اليمين نجم تحط الليست نتاع الاسامي نتاع الطلبه والتلامذه اللي موجودين عندك، نجم تاخذهم من الليست نتاع البريزونس اللي نمشي نوريكم من بعد كيفاش تاخذوها، تصبهم لهنا ومن بعد تنزل في الوسط وتخليها تدور وتشوف شكون اسم شكون طلع. إيريك هو اللي باش يشارك، إيريك هو اللي باش يجاوب على السؤال ولا هو اللي باش يتكلم. هذه في حالة انت تطلب من التلامذة انهم هما يشاركوا، وهكاك تشارك الناس الكل من غير ما تكون فما فوضى في وسط الكونفرنس اون ليني. تو بعد ما شفنا كيفاش تعمل باش تنقص الديستراكشنز او ماكسيموم باللي زيكستنسيون تاع جوجل كروم، تو باش نشوفوا كيفاش تعمل باش يبدا عندك الاتندنس ليست اللي هي ليست نتاع البريزونس. كيفاش تعمل باش تاخذ ليست نتاع العباد الحاضرين؟ هي زاده اكستنسيون تنجم تنستاليها على جوجل كروم نتاعك ومن بعد تظهر على جوجل ميت. الاكستنسيون هذه ميت اتندنس، اللوغو نتاعها هي تفاحه عليها تشيك. كي تدخل على ميت تلقى اللي فما لهنا في العباد البريزون حاجه تزادت، كي تزيد تغزر لها تشوف لا ليست دي بريزونس تشيك هذه تولي خضراء. تشيك هذه معناها قاعده تلم في ليست نتاع العباد. هوني اسكو تزيدها للليست نتاع الحاجات نتاع لي كونفرنس القدم ولا تخلق تابلو جديد في جوجل درايف نتاعك. اون فوا اكتيفي الفونكسيون هذه كي نجيو نشوفو نحبو نشوفو الليست نتاع العباد، ننزلو على الكادر هذا، ننزلو على التشيك هذه، يهزنا الجوجل درايف في وسطو يبدا فما جوجل شيت اللي هو سو فورم دو تابلو محطوط فيه اسامي العباد اللي شاركوا في الكونفرنس، وقتاش دخلوا وقتاش خرجوا وقداش قعدوا المده ديك الكل في الكونفرنس. هذه زاده حاجه باهيه برشا. هكاك تنجم تعمل رابور تقارن به بارابور النومبر نتاع التلامذه اللي عندك في جوجل كلاس روم، وزاده نجم تهزوا المؤسسه نتاعك باش توري لي انت عملت ايفيكتيفمون الكونفرنس هذه، وهاو قداش من عبد موجود وقداش من عبد حضر والمده اللي حضروا فيها. هي انك تعمل كونكلوزيون في نهايه الميتينغ فيها شنو هو تقال الكل والحاجات الكبيره اللي خرجنا منها بالغيونيون هذيا من الديسكوسيون ومن الاسئله والاجوبه اللي صاروا. هذوما لي نوت نجم ياخذهم الموديراتور والا لونسينيون اللي هو انت الاستاذ.
نجم تكتبهم في تشات، نجم تكتبهم في جوجل سلايدز، نجم تكتبهم في جوجل وورد، وتنجم تبعثهم من بعد الكونفرنس تتلم ذا الكل. هكاكا يبدا عندهم كيما نقولوا احنا ان بروسي فيربال نتاع لي حاجه اللي صارت. اخر نصيحه اللي هي نمرو 10، بعد ما تكمل الميتينغ نتاعك باش تسلم على ليزيتيديون نتاعك، باش تخلي اون نوت بوزيتيف، وباش تحكيوا على الكونفرنس الجايه كيفاش باش تصير ووقتاش باش تصير. هذوما 10 نصايح يخليكم تقدموا الكونفرنس نتاعكم بطريقه كونفيفيال سامباتيك من غير ديستراكسيون، فيها برشا انتراكسيون اسئله واجوبه، يخليوا الطلبه والتلامذة ماذا بيهم كل مره يحضروا في الكونفرنس هذه باش ينجموا يحققوا الفايده في ان ميديو ابيزون وبروفيسيونيل. ان شاء الله تكون الفيديو هذه عاونتكم، نطلب منكم انكم تبارطاجيوها مع العبيد اللي نجموا يستحقوا لها، هكاك تعم الفايده على الناس الكل. واستنوني في دي فيديو اخرين كيفاش نعملوا ان انسينيمون ا ديستانس، تعليم عن بعد في احسن الظروف.